عن طريقة إدخال موضات إلى جي تي أي 5. نأتي هنا نكتب open EV enter، ثم نأتي إلى هذا الموقع، نقوم بتحميل هذا البرنامج مباشرة، ثم نسيف، يتم التسجيل ونقوم بتثبيته دوبل كليك، اختار الجنسية كونتينيو، نضغط على اكسبتي كونتينيو، اترك الاشياء كما هي، نضغط كونتينيو، نضغط يس، يتم التحميل. بذلك اكتمل التحميل دوت كروس هكذا. ثم هنا نأتي إلى هذه الأيقونة، نفتح البرنامج هنا، ننتبه جيدا، نضغط على كلمة الويندوز هنا، هنا نضع مكان اللعبة هنا، هنا أنا لدي في هذا المكان، نضغط سيلكت فولدر، نظهر باللون الأخضر يعني المكان الصحيح، وضغط كونتيني ثم نضغط كونتيني وكذا، ننتظر. سيفتح معك البرنامج بهذا الشكل، نضغط علامة، نأتي إلى التولز ثم إلى ASA Manager في هذا المكان، ستجد هذا الخيار فيه انستال، تضغط على انستال لتثبيت هذا الخيار، بعد ذلك تقوم بإغلاق البرنامج وتعيد فتحه من جديد. قبل ذلك تتجه إلى الملفات، اوبن في لوكيشن مكان اللعبة، في هذا المكان ستجد هذا المجلدين خارج هذا الفولدر، الفولدر هذا مود ستجده عند القيام بهذه الخطوة، بعد ذلك تضع فيه هذه المجلدين، تقوم ب يعني دي بلاسي او كات، تضعه في هذا المكان، ستشتغل معك بشكل جيد. ونعيد البرنامج. اذا هنا اذا كنت انا مثلا اريد ان اقوم بتغيير تيشيرت، هذا هو التيشيرت، ساضعه بلعبة جي تي اي، هذا هو التيشيرت مثلا، يبدو بهذا الشكل، مثلا ساضع هذا التيشيرت في اللعبة. اذا في داخل البرنامج نذهب الى هنا، نضغط على هكذا جي تي اي، ثم نختار 64 في، 64 في، وأيضا نضغط على إيديت مود، نضغط يس، ثم مودلز، سي دي إيماج، ثم اختار هنا ستريم دي بي إس بلاير، بلايرز، دوبل كليك، ثم بلاير 1، وابحث هنا على اسم هذا التيشيرت، مثلا لدي اسم خاص أبا، هذا هو الاسم، نبحث عنه هنا، ننزل أسفل، إذا هذا هو، نحتاج إلى أبر هنا، إذا هذا هو أبر دي إف إف 4 يوني، أضغط عليه دوبل كليك، فيعطيك هذا، هذه القائمة، في هذه القائمة ستجد تيشيرت بلون أبيض، تضغط تريبل سي، ثم تختار تيشيرت الذي قمت بتحميله مثلا، نرى نضعته هنا، اسمه مثلا تيشيرت أمازيغ، ها هو، ثم تضغط أوبن فقط وتضغط سيف، يعني حفظ، هي موجودة هنا سيف، وهكذا فقط ستجد التيشيرت في الخزانة عندما تدخل.